الحياة صعبة جداً، إحنا نازحين من الشجاعية لزيتون لخان يونس حتى رفح. أي سابع مطرح نتشرد منه، من غزة لتل الهوى، لا النصرات، لا خان يونس، لا رفح، وين بدنا نروح؟ يعني السيارة صارت بيتي أنا وعائلتي كلها، 11 فرد إحنا صارت بيتي. أنت بتقول لي كيف تأقلمت؟ أنا ما بنفع أتأقلم، ليش؟ لأنه هذا الواقع انفرض علي. لا أكل زي الناس، لا شرب زي الناس، من وين نتأقلم؟ ما مستحيل نتأقلم. فيش حد بتأقلم مع هيك وضع نهائي. أنت كل يوم تصبح على موال جديد وصعوبة جديدة وتحديات جديدة. إحنا أكتر أمنية بنتمناها نرجع دونا، حتى لو مهدومة بنعمل خيمة، بنعمل شادة بنقعد فيها، بالرغم إنه دورنا راحت، إحنا نزحنا منها وراحت، بس لو كانت بس أرض موجودة بنرجع لديارنا وبنقعد في خيمة. ولو بيتي كان خيمة بغزة، بالنهاية بيتي خيمتي اللي بغزة أحسن من مليون قصر برا بيتي. يا ريت نرجع، بس بدنا نرجع، بس هاي اللي بدنا إياه.